يلا اتفضل. دكتور محمد هيكلمنا عن اتش بايلوري ريزيستنس وات يو دونت نيد تو نو. محاضره جميله ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور كريم. انا هكون يعني اسرع برزنتيشن في الجلسه علشان حضراتكم تحبوني. يعني هو البرزنتيشن اسمه اتش بايلوري ريزيستنس وات يو دونت نيد تو نو. هو ايه اللي وات وي نيد تو نو اباوت هيليكوباكتر بايلوري ريزيستنس؟ حد يقول لي اجابه بس صغيره شورت انسر كده. احنا عايزين نعرف يعني هيليكوباكتر بايلوري ريزيستنس. يبقى مش عايزين نعرف. اوكي يبقى مش هنعرف برضه هنا يعني مش عايزين. الاجنده انترودكشن وديفرنت ريزيستنت ميكانيزمز والتشالنجز اند هاو تو اوفركم والفيوتشر دايركشنز اند تيك هوم مسجز. زي ما حضراتكم عارفين اتش بايلوري تقريبا بتنفكت 4.4 بليون انسان. الانفكشن از كرونيك وبتفضل كرونيك طول العمر وانس اكواير وبتعمل يعني كومبليكيشنز او كلينيكال كومبليكيشنز رينجنج من اول جاسترايتس لحد جاستريك كانسر في 1 ل 10% من البوبوليشن. في العشر سنين الاخرانيين الريزيستنس ريتس والفيلير اوف تريتمنت بينمو باضطراب علشان التريتمنت تبقى افكتيف لازم تجيب اتشيفمنت اوف اراديكيشن اكتر من 80%. للاسف ده ما عادش بيحصل في معظم الريجيمنز اللي بنستخدمها امبيريكال. سنه 17 ال WHO كلاسيفايد الهيليكوباكتر بايلوري از وان اوف ذا موست دينجرس بكتيريا اوفر ذا ايرث على مستوى العالم، بتهدد حياه الانسان بسبب الريزيستنس. لما نبص على اسباب الفيلير بنلاقي حاجات كتيره جدا، انتيبيوتيك ريزيستنس، لاك اوف كومبلاينس، هاي جاستريك اسيديتي، هاي بكتيريال لود، انتراسيلولر بكتيريا، كل في ميني فاكتورز لكن اهمهم على الاطلاق اللي انا مكبرها دي الانتيبيوتيك ريزيستنس. الريزيستنس اللي احنا نعرفها يعني الكلاسيكيه هي دي انتيبيوتكس بتشتغل على سيل وول او بتشتغل على الريبوزومز او بتشتغل على الدي ان ايه بانواعهم المختلفه. لكن ريسنتلي الديفينيشنز بتاعت الميكانيزمز اوف ريزيستنس بدات تنمو وتوضح اكتر شويه. عندنا حاجه اسمها سنجل دراج ريزيستنس وحاجه اسمها مالتي دراج ريزيستنس وحاجه اسمها هيترو ريزيستنس وهشرحها بعد شويه. كمان في يعني الريزيستنس دي بتنتج من تشينجز في الجينز بتاعت البكتيريا وبتعمل يعني ميوتيشنز. لكن في حاجات ثانيه اسمها بيولوجيكال اتريبيوتس. يعني ايه بيولوجيكال اتريبيوتس؟ دي ميكانيزمز بتاعت ادابتيشن للبكتيريا اديشنال على الريزيستنس الجينز اللي بيحصل فيها ميوتيشنز. فاحنا ما بقاش الموضوع مجرد سيل وول وريبوزوم وجين في الدي ان ايه وخلاص. لا، في حاجه اسمها الانفلكس والافلكس ميكانيزمز والبايوفيلم. انفلكس وافلكس يعني ايه؟ البكتيريا بتريزيست الانتري بتاع الدراج جواها، والافلكس البكتيريا بتاخد الدواء وبعد كده بتطلعه تاني. يعني كان العين ما خدش دواء بالظبط يعني خالص يعني. او بايوفيلم. يعني ايه بايوفيلم؟ يعني البكتيريا تنمو لحد ما تعمل طبقه كده على سطح المعده زي اللي بيحصل من الطحالب على سطح النيل مثلا كده، بنشوف حاجات زي كده. هو ده البايوفيلم. في منه نوعين، في نوع بايوفيلم بيبقى لازق وستيكي للاغشيه المخاطيه بتاعت المعده، وفي نوع اللي هو متحرك. اللي متحرك ده اقل شويه حده من ده، لكن ده برضه كمان بيشارك في ريزيستنس. في حاجه اسمها كوكويد فورم. عارفين فكره الشرنقه؟ فكره ان الفراشه يعني في الاول كانت ايه؟ دودة أز واتعملت شرنقه وبعدين طلعت من الشرنقه فراشه. فمختلفين تماما. الكوكويد فورمز دي مش باسيلاي اللي احنا نعرفها، مش الباسيلاي اللي هي بتترسم طويله كده وليها فلاجيلا وهكذا، لا خالص. ده هي كوكويد فورمز اتعملت على بعضها كده واتشرنقت وعملت زي كوره، ما بقتش سهل التعامل معاها وما بقتش سهل انها تستجيب للمضادات الحيويه. دي انواع الهيترو ريزيستنس اللي احنا شفناها. يعني الانفكشن يا اما من مالتيبل انفكشن، يعني العيان يبقى عنده انفكشن سبسيكوينت انفكشن ثانيه ببكتيريا مختلفه عن البكتيريا الاولانيه، او البكتيريا اللي انا خدتها في الاول حصل منها تغيرات جينيه عملت ريزيستنس نفس النوع ونفس الجين ونفس السترين ونفس الكلون بسبب ان المريض خد دواء ان افكتيف فغير البكتيريا خلاها بعض منها ريزيستنت، او حصل ده سبونتينيوس، حصل الجينيتك ميوتيشن ده سبونتينيوسلي في البكتيريا. في منها بوليكلونا وفي منها مونوكلونال وهكذا. لكن يعني خلينا نعدي النقطه دي ونخش على البايوفيلم. ده البايوفيلم تحت الالكترون ميكروسكوب، دي ديكريزنج ريزوليوشنز، لكن ده اعلى حاجه واكبر حاجه. زي ما حضراتكم شايفين بيعمل سماكه كده او جزء كبير على سطح المعده بيريزيست الانفيجن للانتيبيوتكس للبكتيريا اللي تحته، وبالتالي ما بتستجيبش للعلاج. وده بيحصل في 90% او اكتر من السترينز بتاعه الهيليكوباكتر. يبقى احنا عندنا المشكله ان ريزيستنس ريليتد اتريبيوتس اللي احنا بنقول عليها زي البايوفيلم والكوكويد فورمز والافلكس والانفلكس ميكانيزمز ديبلويد دي باث باي ذا باثوجين كان كوز تريتمنت فيلير دايجنوستيك ديفيكولتيز وامبيجويتي ان كلينيكال انتربريتيشن اوف ثيرابيوتكس. يعني ايه امبيجويتي؟ يعني انسرتينيتي او كونفيوجن.
subsequent to the increasing antibiotic resistance حصل drop في الافكس بتاعه الادويه globally. وظل ان احنا ما عندناش فاكسين وما عندناش يعني حاجه تمنع الانفكشن ولا تمنع الريزيستنس دي، يبقى احنا لازم نوبتمايز الاستراتيجيز اللي معانا ونستخدم الانتيبيوتكس والحاجات اللي معانا بطريقه مظبوطه وصحيحه. طيب البيولوجيكال ميكانيزمز بتاعت الريزيستنس كتير جدا، يعني حضراتكم دي الانتيبيوتكس ودي المودز اوف ريزيستنت، غالبا بتبقى دراج تارجت ميدييتد، يعني الدراج يبقى عارف التارجت بتاعه فين وبيشتغل عليه جوه البكتيريا، البكتيريا تبقى عارفه التارجت ده وتروح تغيره وتعمل فيه جين ميوتيشن فيبقى عامل ريزيستنس يعكس الميكانيزم. بيحصل ده في كتير من التارجتس بتاعت الانتيبيوتكس اللي احنا نعرفها كلها، يعني مفيش ولا واحد من الانتيبيوتكس ما عندوش، بالاضافه طبعا للاتريبيوتس اللي احنا اتكلمنا عليها الدراج افلكس والبايوفيلم والكوكويد فورمز، دي اتريبيوتس اديشنال على الميوتنت جينز اللي بتبقى موجوده. مثال بسيط، شايفين الماكرولايد اهو، هو الحته دي ده الدواء، المفروض ان الدواء ده يبقى عنده على الريسبتور بتاع الريبوزوم حته مدوره عشان يخش فيه عشان يعمل اكشن، البكتيريا بتغير الحته دي فبالتالي ما بينفعش يقف في مكانه او يعمل الاكشن بتاعه. نفس الكلام ده سمبليفايد، يعني اخر واحده دي اللي هي بتاعه الايه البيتا لاكتام انتيبيوتكس اللي هي بتدستورب الممبرين، برده نفس الكلام بيحصل تغيرات فيها. حضراتكم هنا برده نفس الفكره، البايوفيلم اهو والثيكنس قد كل دي بكتيريا، والانتيبيوتكس قدام البكتيريا من فوق مش قادره توصل للريزيستنت سترينز اللي جوه، او ان البكتيريا السيل ممبرين بتاعها الدواء يخش يجي يخش ما يعرفش يخش في انهبيشن للانتري هنا، وحتى اللي بيدخل بتطلعه ثاني تعمل له افلكس بره. الكوكويد فورمز هي عشان نشوف الفرق ما بين الفلاجيلا اللي هي الباسيلاي الفلاجيليت الفايبل والكوكويد فورم، الانتيبيوتيك يجي يشتغل عليها ما يعرفش لان هي اتغيرت. طيب في حاجات بقى اللي انا يعني على اساسها مسمي المحاضره اللي هي وات وي دونت نيد تو نو، احنا يعني في حاجات كتيره جدا في الجينز والميوتيشنز اللي حاصله دي في كل الانتيبيوتكس، يعني مثلا هم اول ما اكتشفوا ده على البيتا لاكتام يعني طلعوا قد ايه ميوتيشنز، شايفين حضراتكم احنا محتاجين نعرف، ده مش تخصص احنا يعني، ده ممكن زمايلنا في الكلينيكال باثولوجي او الميكروبيولوجي او الموليكولر يعرفوه يقدروا يدرسوه، لكن احنا ككلينيشنز الحاجات دي لازم يبقى لها معنى عندنا، يعني مش هعرف ده كله، مش هعرف انا كل الميوتيشنز، كل يوم هيطلع لي ميوتيشنز ثانيه، نفس الكلام نيتروميدازولز، نفس الكلام في التترا سايكل والريفامبسين، وهيطلع وستيل ايمرجنج. طيب ايه التشالنجز الموجوده؟ لما بيبقى عندنا ريزيستنس لهيليكوباكتر بايلوري ببقى عايز اعمل حاجه اسمها انتيبيوتيك سسبتابيلتي تيست. انتيبيوتيك سسبتابيلتي تيست باي ديفينيشن حاجتين، يا اما ازرع البكتيريا يا اما اعمل تيست يقول لي الجين سيكونس الابنورمال اللي موجود ايه. فهم دول الطريقتين المعروفين. الطريقه الاولانيه الكالتشر بيزد، يا اما على اجار يا اما حاجه اسمها الاي تيست، ده ستريب كده بنحطها على الاجار بالانتيبيوتيك، يا اما البي سي ار تكنيكس الكتيره قوي دي. بتهيألي برضو احنا مش محتاجين نعرف دول، احنا عايزين نعرف الحاجه بتاعتنا احنا ككلينيشنز، والحاجه دي تتساب لدكاتره المعمل يقولوا لنا بقى ايه المفيد وايه اللي مش مفيد، لان مش بالضروره ان الجينوتايب الابنورمال اللي موجود يبقى فينوتيبيكالي اكسبريسد. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى في جين ابنورمال في البكتيريا بس اي كان اوفركم ذيس ريزيستنت باي سترونج انتيبيوتيك او باي سترونج اسيد سبريشن. فمش كل حاجه موجوده في الريزيستنس احنا بنحتاجها او بنحتاج نستفيد منها، زي ما بقول ذا اكستنت تو ويتش bacterial resistance affect the efficacy given therapy depends on component بتاع الثيرابي، جرعه العلاج، الديوريشن، الليفل اوف ريزيستنس اللي موجود في البكتيريا. مش كل البكتيريا اللي موجوده بتدي نفس الليفل اوف ريزيستنس، احيانا يبقى في ليفلز مختلفه من البكتيريا والريزيستنس بتاعتها، وكمان بيعتمد على الهوست. طيب strain resistance للدراجز success rate of therapies are also independently impaired by low adherence، وده المهم اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفه، لازم المريض يخلص كورس العلاج كامل. higher probability and severity of adverse events، لازم يبقى عارف ان في adverse events ولازم اقولها له علشان يقدر يكمل العلاج، او لو هيوقف يقول لي هوقف اغير له الريجيمن. في comorbidities او في حاجات زي البوليمورفيزم للجين بتاع السيتوكروم بي 450، ده بيعمل decreasing efficacy بتاعت البي بي ايز في العلاج، فلازم يعني ادور على options ثانيه لو انا عارف ان ده موجود. طيب ازاي counteract resistance الموجوده؟ فاكسين، مفيش فاكسين ومش هيبقى موجود قريب خالص، يعني للاسف يعني كله في فيس 3 والنتائج مش مبشره بدرجه كبيره. اوبتمايزنج الافكتيفنس اوف افيلابل امبيريكال ثيرابي، ان انا اختار الدواء صح، اختار الريجيمن صح للمريض في الاول، هو ده اصح حاجه هتساعدني في ان انا يعني اعالج المريض. لو المريض ده عنده مالتيبل فيليرز ازرع له او اشوف الريزيستنس اللي موجوده عنده واعالجه بتيلورد ثيرابي متفصله على الاكتش بايلوري اللي عنده.
اخر حاجه اللي هي الاختيارات اللي موجوده تو اد اون على الانتي بايوتكس البيسموث ده بيزود الريديكيشن ريت من 30 ل 40%. النيو موداليتيز لاسيد انهيبيشن اللي بقت موجوده في مصر دلوقتي الفونوبرازان بيزود الريديكيشن ريت من 10 ل 20%. والادجوفنت ثيرابي زي البروبايوتكس بتزود الريديكيشن ريت باي 10% لكن بتحسن ادفيرس ايفنتس بنسبه كبيره. الفيوتشر دايركشنز في الموضوع في ديفلوبمنت اوف الحاجات اللي هي بتاعه النكست جينيريشن سيكونسنج علشان اقدر اعرف الريزيستنس بتاعه البكتيريا نون انفيزيفلي، مش لازم اخد عينه من المعده وازرعها ولا اخد عينه واعمل فيها البي سي ار، ممكن نعملها من الاستول تيست، ودي يعني حاجه في الفيوتشر ممكن تبقى كويسه جدا. هدور على انتي بايوتكس جديده، بيدوروا يعملوا جينتامايسين اورال، بيدوروا على نيو بنيلونز برضو تو اكسبلور ا نيو افكتيف انتي بايوتيك. اكسبلورينج كلينيكال ريليفانس وفيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل من الانفلكس والافلكس والبايوفيلم والحاجات دي، لازم نعرف الحاجات دي اهميتها واصله لحد فين، هتفرق معانا ولا لا. واخر حاجه اللي هي الموضه اللي طالعه في العالم كله الكريسبر كاس. الكريسبر كاس ده لو حضراتكم سمعتوا عنه قبل كده اللي هو حاجه دواء بيخش يقص الجينات الابنورمال، فده جين ثيرابي. عملوا انتي بايوتكس بتعمل كده، تخش جوه البكتيريا وتقص الجين الابنورمال بتاع الريزيستنس والبكتيريا تبقى سسبتبل للانتي بايوتكس. ماي تيك هوم مسجز: rates of H. pylori resistance and failure of eradication therapies are rising globally. Different complex mechanisms of Helicobacter pylori resistance exist. في single drug resistance, multiple drug resistance, hetero resistance, بالإضافة للبيولوجيكال attributes زي البيوفيلم والكوكويد forms. Resistance mutation في Helicobacter species كتير جدا و difficult to measure or to interpret. Overcoming resistance محتاج مننا to optimize the therapy. ننهانس الكرنت الافيلبل ثيرابي، نحط بيسموث، نحط فونوبرازان بدل البي بي اي، نحط اسمه البروبايوتكس، اند تيلور ثيرابي للعيانين اللي هم عندهم مالتيبل فيليرز نزرع لهم الهيليكوباكتر او نشوف الريزيستنس فيهم. ثانك يو.